رسالتي لكل ولي الأمر في عالمنا العربي والإسلامي بأن ينصروا القضية الفلسطينية. هذه هي فرصتهم. لا يخشوا الكيان الصهيوني ولا يخشوا الأمريكان ولا يخشوا دول أوروبا المتحالفة مع الصهيونية، لأن المقاومة الفلسطينية لوحدها صنعت النصر وتمكنت من هزيمة الكيان الصهيوني وقتل جنوده وأسره. فما بالك لو كانت هذه الجيوش العربية كلها مسقرة لنصرة فلسطين. اعتدوا العدوان الغازي على أطباء، يعني أطباء مثلنا عزل لا يمتلكون السلاح، كل ما يملكونه هو تقديم المساعدة بأي طريقة ممكنة ودوره كطبيب. فبأي حق انتهك هذا الحق؟ يعني فبأي حق أنا كطبيب أسأل أي بأي حق قتلتهم؟ بأي حق استجرأت أن تعتدي على روح لا تحمل أي سلاح؟ فمهما كان إذا كنت أنت يعني بأرض المعركة بتقاتل في أرض المعركة، ولا بتقاتل يعني أطفال ورضع وشيوخ وكبار في السن عزل لا يحملون أي سلاح. وقفنا هنا لنبارك للشعب الفلسطيني بمناسبة النصر الطوفاني الأكتوبري الأقصى، بمناسبة النصر القدسي، ونرسل رسالتنا إلى العدو الصهيوني الغاصب بأنك خسرت وستخسر وبقتلك الأطفال وبقتلك النساء، ونحن واقفون نعلن التضامن مع إخواننا في غزة. الباطل والشيء الذي أخذ بالقوة سوف لن يأتي ولن يسترجع إلا بالقوة. نحن اليوم أجينا نشيد بهذا الشيء لأخوتنا في غزة. صحيح ما نقدرش نعمل لهم أي شيء، بس بالكلمة بالدعاء ونقول لهم قلوبنا معكم ونحن متضامنين معكم. بد الوقوف مع إخواننا في فلسطين في غزة ضد الجرائم الصهيونية، الجرائم البشعة الذي ترتكبها بني صهيون، الاحتلال الصهيوني. لا بد من الوقوف، لا بد من صحوة. يا حكام العرب أصحوا، إن هذه جرائم ضد الأطفال والنساء. لا بد من وقوف ووقف هذه الجرائم، ولا بد مساندة إخواننا في غزة، كتائب القسام، كتائب العزة، إنهم كتائب لقد رفعوا رؤوسنا. من عدن إلى جميع الدول العربية التي على الحدود، افتحوا لنا الحدود وسنصنع الحدود باليهود، افتحوا الحدود. جئنا مضامنين مع إخواننا في غزة وما يحدث لهم من قصف ودمار من هذا الصهيون اليهود المعتدين الغاصبين، وإن شاء الله بإذن تعالى بهذه المظاهرة حتى يعلم اليهود أن أبناء عدن مع غزة مع فلسطين. إلى كل زعماء العرب، عار وصمت سكوتكم، فكوا الحدود، الدول المجاورة فكوا الحدود إلى غزة. اجتمعنا هنا كلنا كليات الطب لكي نوجه رسالة للعرب ورسالة للعالم بأكمله. فلسطين ليست قضية فلسطين، غزة وما يحدث من غزة من أعمال شنيعة داخل غزة ليست قضية فلسطين لنفسها، بل قضية كل العرب وقضية كل العالم. وأوجه رسالة لرؤساء العرب، لصمت رؤساء العرب، فلسطين، إن القدس الأقصى إنه وصية إبراهيم الخليل ووصية صلاح الدين الأيوبي. والله إنكم لتحاسبون عن كل صمت تقدمونه، عن صمتكم عن الأعمال الإجرامية التي يمارسها الاحتلال الصهيوني ضد أبناء غزة، عن الأعمال الإرهابية، الأعمال الاعتدائية الذي يقوم بها ضد الأطفال، ضد النساء، ضد المدنيين. الذي يسوي مش وضع إنساني أبداً أبداً أبداً، ومن زمان ما كانش وضع إنساني، والآن ما بيكونش وضع إنساني، والآن الوضع أسوأ، خصوصاً لما يقصفوا غزة كالمطر، تمام؟ وما فيش أي إسعافات، ويستهدفوا الإسعافات، ويستهدفوا المستشفيات، وما فيش أي وسائل للحياة، ما فيش لا كهرباء، ما فيش لا مي، ما فيش لا مساعدات طبية، ومانعين مساعدات طبية عليهم لا من مصر ولا من أي مكان. ونطالب الدول العربية بعدم السكوت والظهور عن يعني الخروج عن صمتها واتخاذ موقف جدي وشريف. فديننا دين عز، لا أدري لماذا، ولست أدري أذلة قومنا من أين جاءوا، لا أدري لماذا هذا الخنوع والذل والهوان الذي حل بنا في مجتمعنا الإسلامي والعرب، وصرنا نخاف من هذا الكيان الإرهابي. خرجنا من أجل الدماء التي تسيل في المسجد الأقصى وتسيل في كل ربوع فلسطين. فلسطين حبيبتنا وبلادنا، ونحن نقول لهم جميعا إننا هنا من أجل أن نتضامن مع هذا الشعب. سنبذل ما نستطيع من دعاء وكل ما نستطيع أن نعمل في وقفات أو مسيرات أو حتى في التواصل الاجتماعي. سنوصل كلمتنا إلى العالم أسرع. أوقفوا هذه الجرائم، أوقفوا صهيون،
أوقفوا إسرائيل. خرجنا اليوم للوقفة التضامنية لإخواننا في غزة. نريد من حكامنا العرب أن يتدخلوا، نريد فتح الحدود للمساعدة بما نستطيع. أين هم من ما يحصل لإخواننا في غزة؟ أين الحكام؟ لماذا هذا السكون الخاذل؟ لماذا الكل ساكت؟ وأقول مهما طالت الحروب باليمن أو طالت الفتن، أخبر كل زعيم عربي ساكت على قضية المسجد الأقصى مسرى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الشعب اليمني أو الشعب العدني هدفه أول شيء أن يحرر الأقصى. مهما طالت الحروب أو طالت الفتن، هدفنا هو الوحيد أن نحرر الأقصى. وهذا الشعب الذي ترونه أمامكم هو سيقوم بتحرير الأقصى. We message to the world that this issue is our identity and humanity and freedom. We have to stand with him to protect him. The many children was killed by Israeli and that's pretty dangerous. We have to stand with him. All the world, all the people around the world, they are supposed to stand with him. من هنا من عدن، من عدن الشامخ، نوجه رسالة للحكام العرب. لا نريد منكم لا دعما ماليا ولا عسكريا ولا أي حاجة. افتحوا لنا الحدود، افتحوا لنا الحدود. لا نريد منكم أي شيء. اليوم في دار فلسطين، غدا في داركم. أوجه رسالتي إلى جميع الطلاب في أنحاء الجامعات وجميع الأشخاص ومن لديه القرة، يعني إلى تهيئ ورفع مقام، يعني مقام غزة بالتحايا والكلام، يعني وتوصيل رسالتنا إلى الحكام والقادة ومن لديه استطاعة أن يقدم أي مساعدة سواء بالقول أو بالفعل أو تقديم حتى أقل شيء الدعاء ولو كان بقلبه. يعني نريد أن ندعم أبناء غزة من ناحية أي شيء، يعني أخرج أدعم فلسطين بأي حاجة. وين حكامنا العربي هنا؟ وين ساكتين؟ إلى متى؟ غزة تنهار كل يوم بالغدائف بالأموات، إلى متى؟